فما هو التوجه في عبادتكم؟ إلى أي جهة تتوجهون؟ إذا كنتم تقولون من أننا نتوجه إلى القبلة فإنني لا أتحدث عن التوجه إلى القبلة. لماذا؟ لأن التوجه إلى القبلة هو جزء من الطقوس، ولذلك أحكام وتفاصيل في مظانها ومواطنها. التوجه إلى القبلة هذا طقس وشأن من شؤون بدن العبادة، طقوس العبادات أبدانها. أما التوجه الذي أتحدث عنه هو روح العبادة، والنية هي أساس العبادة وهي البوابة التي ندخل من خلالها إلى العبادة. المشكلة في فقه حوزة النجف، هم جعلوا العبادة نية وطقوسا بأحكامها. أما التوجه الذي هو روح العبادة فلا محل له من الإعراب في فقه مراجع النجف. لماذا؟ لأن فقههم مأخوذ من فقه الشافعي، من فقه سقيفة بني ساعدة، من هناك أخذوا. وأولئك حذفوا التوجه لأن التوجه يرتبط بآل محمد، لأن التوجه يرتبط بعلي وآل علي، لأن التوجه يرتبط بفاطمة وآل فاطمة، لأن التوجه يرتبط بإمام زمان كل شيعة في زمانها. من هنا ألغي هذا الأساس وهذا الجزء الأهم من العبادة، فصارت العبادة نية وطقوسا بأحكامها. حتى الذين كتبوا في أسرار الصلاة على طريقة الصوفيين من عرفاء الشيعة لم يهتموا كثيرا بهذا الجانب، وانشغلوا بالجهات التي تنشغل بها الصوفية الناصبية. من هنا إذا أردتم أن تعرفوا أسرار الصلاة والعبادة، نصيحة من عندي: لا تعودوا إلى كتب العرفاء. كتب العرفاء في أسرار العبادات مشحونة بقذارات الصوفية النواصب. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة، هذا موضوع سيأخذني بعيدا عن مقصدي في هذه الحلقة. فالعبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها. الطقوس مع الأحكام لا شأن لنا بها. الحديث سيكون في هذا البرنامج عن النية وعن التوجه. فما هو التوجه الذي تتوجهونه في صلاتكم؟ بحسب ما أعرف من واقع المصلين في أجوائنا الدينية، إنهم يعبدون الله بالتوهم، فليس هناك من جهة مشخصة ومحددة يتوجهون إليها. يتوجهون جسديا إلى القبلة، وبعد ذلك يكون توجههم إلى فراغ، إلى فراغ، إلى شيء ليس محددا.
فهنا يتدخل الخيال بعملية توهم لجهة يتوجه المصلي والعابد إليها. هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. هذه فتوى من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أتعلمون أنني أقرأ عليكم من الكافي، وهذا الحديث من أهم أحاديث كتاب التوحيد. هذا حديث الأئمة، هذا حديث الصادق لا شك فيه أبدا، هذا حديث أئمتنا بدرجة 100%. هو الذي يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. دققوا النظر في عباداتكم، دققوا النظر في صلاتكم. هذا كلام إمامكم الصادق، هذا ما هو كلام مرجع من مراجع النجف. يمكنكم أن تنتقلوا من تقليده إلى تقليد مرجع آخر، ويمكن لهذا المرجع في وقت من الأوقات أن يغير فتواه. هذا حديث الصادق، وبالقطع فقد استعمل هذا التعبير فقد كفر، استعمل الفاء للتفريع على ما قبلها، من عبد الله بالتوهم يتفرع على هذا الكفر فقد كفر، واستعمل قد قبل الفعل الماضي. فقد إذا ما استعملت قبل الفعل الماضي فإنها تأتي لتأكيد تحقيق وقوع الفعل، يعني أن الذي يعبد الله بالتوهم هو كافر فقد كفر. الحديث عن عبادة، وهذه العبادة بحسب نيته هي لله، لكنه في التوجه توجه بطريقة التوهم. من هنا قلت لكم من أن العبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها، بينما في فقه النجف العبادة نية وطقوس وأحكامها بحسب فقه النواصب. بحسب فقه العترة نية وتوجه وطقوس وأحكام، وهذا واضح من الجملة. من عبد الله، تلك هي النية، بالتوهم هذا هو التوجه، وبعد ذلك تأتي الطقوس والأحكام. فحتى لو كانت نيته لله لكنه في التوجه كان مخطئا فقد كفر. دققوا دققوا النظر في كلام إمامكم الصادق وطبقوه على واقعكم، وتذكروا ماذا فعل بنا هؤلاء الثولان في حوزة النجف. أي فقه جاءونا به، وأي ضلال أوقعونا فيه. من عبد الله، هناك نية موجودة لعبادة الله، ولكن في مرحلة التوجه هناك توهم. حتى الطقوس فإن هذا العابد جاء بها بشكل صحيح، مشكلته أين؟ مشكلته في التوهم. من عبد الله، هناك نية وهناك طقوس، الإشكال أين صار؟ الإشكال صار في التوجه. فالعبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها، وهذا ما لا وجود له
في فقه الشيعة، لأن فقه الشيعة ما هو بفقه العترة، هو فقه النواصب. هذه هي الحقيقة من الآخر. من عبد الله بالتوهم فقد كفر. طبقوا هذا المضمون على عبادتكم. ويموت الشيعي على عبادة من هذا اللون، وتقرؤون عليه دعاء العديلة الذي هو دعاء شركي، وبعد ذلك تقضون عنه صلاته بنفس الطريقة، بطريقة شركية، بل بطريقة كفر، بطريقة التوهم في العبادة. من عبد الله بالتوهم فقد كفر. كل هذا بسبب هؤلاء الثولان في النجف الذين تقولون عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان، وهذه فتاوى صاحب الزمان وآبائه وأجداده تقول من أن الصلاة التي يصلونها هؤلاء وعلمونا إياها هي كفر، كفر صريح. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. الذين يعبدون الاسم دون المعنى فقد كفروا. سنجد مصادق لهذا الوصف عند الصوفية وربما عند العرفاء وعند الغلاة. هناك من يعبد الاسم دون المعنى، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. ستأتينا التفاصيل، اصطبروا علي وستأتينا التفاصيل. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. لماذا قال إمامنا الصادق إنهم أصحاب أمير المؤمنين حقا وما قال إنهم أصحابي؟ الإمام يشير إلى بيعة الغدير المحمدية. هذا هو التوحيد بأركانه الأربعة، حيث مر الكلام عن هذه الأركان الأربعة. أعيد قراءة الحديث عليكم، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذا الحديث، وسأعود إلى شرحه، سأعود إلى شرحه. ما بقي من حديث في أجواء العبادة سيكون في هذه المضامين التي تناولها هذا الحديث الشريف الذي قلت لكم
في الحلقة الماضية من أنه لو لم يأتي غيره في باب التوحيد لكفانا هذا الحديث، كي نعرف توحيدنا وكي نعرف عبادتنا وكي نعرف صحيح التوجه في العبادة التوحيدية. الصادق يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه. تذكروا مثال البث المباشر، تذكروا مثال البث المباشر. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه، فعقد عليه قلبه ونطق بها لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذه بيعة الغدير المحمدية بمضمونها الثابت والمتحرك بالوجهين، بالوجه الثابت وبالوجه المتحرك. نذهب إلى فاصل.